أهلا بكم معنا في قناة اقرأ لي كتابا. موضوع النهاردة عن طرق جذب الانتباه. أحيانا بنشعر بعدم الاهتمام من الآخرين وبنتمنى أننا نستطيع لفت انتباههم، سواء على مستوى العمل أو العائلة أو حتى الأصدقاء. وأكيد لفت الانتباه هيكون مفيد جدا لإحداث انطباع أولي جيد في مقابلة عمل أو في لقاء اجتماعي إذا كنت ترغب في تكوين صداقات أو بدء علاقة رومانسية. لذلك هنقدم بعض الطرق اللي هتساعدك في جذب انتباه من حولك وتؤثر فيهم. أولاً، حدد سبب رغبتك في لفت الأنظار. معرفة السبب هيساعدك جداً لأنه بيولد عندك رغبة اللي هي أساس القيام بأي عمل. أحياناً بتكون الرغبة في لفت الانتباه الافتقار للحب والاهتمام من الناس اللي حواليك، وده هيكون مؤشر للبدء في تلبية هذه الرغبة. ثانياً، افهم احتياجاتك. طبقاً لهرم ماسلو للاحتياجات، فإن الاحتياجات الأساسية تبدأ بالاحتياجات الفسيولوجية كالماء والطعام والنوم. الاحتياج الثاني هو الاحتياج للأمان. الاحتياج الثاني هو الاحتياج للأمان في الحياة كالأمان الوظيفي والصحي. أما الاحتياج الثالث هو الحاجة للصداقة والانتماء. بما أن الاحتياج الثاني والثالث مهمين جدا بالنسبة للإنسان كالحاجة للماء والطعام، فإن لفت الانتباه أمر بالغ الأهمية لسلامتنا النفسية. وبناء على ذلك، فإن شعورك بافتقار الصداقات والعلاقات الاجتماعية في حياتك هيولد بداخلك حاجة للحب والعاطفة، وده اللي هيدفعك للسعي للفت الأنظار إليك، لأن تغيير طريقة تفكيرك هيساعدك جدا في تغيير تصرفاتك. ثالثا، تغيير تصرفاتك. إظهارك لثقتك بنفسك بيساعدك جدا في شعور الآخرين بالراحة في وجودك. الثقة كمان عامل مهم في بدء الصداقات واستمرارها ولفت أنظار الآخرين إليك. ومن الطرق اللي هتساعدك على إظهار الثقة المشي معتدلا، بمعنى أن جسمك يكون مفرود والتحدث بوضوح والتصرف كأنك بتنتمي للمكان. وممكن تدرب نفسك على الطرق دي وانت لوحدك قدام المراية على سبيل المثال. رابعا، لغة الجسد. خلي لغة جسدك تدل على ثقتك العالية بنفسك. اجلس في المكان كتفك مفرود بدون خجل. الوضع ده بيكون فيه هيبة أكبر بدلا من الجلوس بطريقة منحنية. الدراسات أثبتت أن الجلوس أو الوقوف بثقة حتى مع عدم وجود ثقة داخلية هيمنحك ثقة حقيقية، لأن الأنواع دي من الوضعيات الحازمة مسؤولة عن إفراز مستويات عالية من التستوستيرون. أما النقطة الخامسة والأخيرة، انتبه لنبرة صوتك. تحسين نبرة الصوت تساعدك جدا على لفت الأنظار إليك. حاول جعل نبرة صوتك معتدلة، ليست حادة ولا ضعيفة. نبرة الصوت الواضحة والجذابة بتكون أكثر جذبا للانتباه. أثبتت الدراسات أن 38% من كيفية استقبال الآخرين لرسالتك بيعتمد على طريقتك وأسلوبك في عرضها. شكرا جدا لاستماعكم، وأتمنى يكون الموضوع عجبكم. وياريت اللي عجبه الفيديو يضغط لايك ويشترك في القناة لو أول مرة يشوفنا.